طيب بعد ما عملوا كل الهيلمان ومنعوا كل الناس، مفيش نملة تقدر تخش غير بإذن وتصريح، برضو بتجيلهم من جوه. ونشوف المشهد الجميل الحقيقة اللي الواحد شافه النهاردة. هؤلاء النشطاء اللي أعلنوا التظاهر وتظاهروا بالفعل جوه مؤتمر المناخ باللبس الأبيض اللي بيرتديه المحبوسين والمعتقلين احتياطيا، ودي هذه الوقفة عملوها تضامنا مع السجناء السياسيين ومع المجتمع المدني، عملوا هذا الكلام على هامش مؤتمر المناخ عشان يوصلوا رسالة قوية جدا وكبيرة جدا أن هذا هو الذي يحدث في مصر وهذه هي حقوق الإنسان في مصر. For standing for human rights, for the closing space for civil society, as well for those that have been defending the environment, women, lives, those that have been asking for freedom, for protecting our ecosystems in face of this increasing disaster. والله منظر محترم، منظر مشرف. بص الكلام ده فين يا جماعة؟ جوه مؤتمر المناخ. يطلع حد بقى يقول ان دول كدابين، ان دول من الاشرار واهل الشر، دول من المعادين لمصر، دول نشطاء دوليين في اكيد منهم مصريين وغير مصريين موجودين، علشان يقولوا ان هناك معتقلين محبوسين احتياطي. اللبس الابيض ده علشان يقولوا ان احنا لابسين زيهم، لابسين زيهم واحنا متضامنين معاهم. مازال هناك كثير من المعتقلين محبوسين احتياطيا، وايه السبب؟ ولا حاجه. يا طفل صغير دخل السجن من 8 سنين عشان مسك مسطره، او كتب تويته، او بنت كتبت بوست، او بنت زي ايه كمال الدين مثلا كانت بتدعم الاعمال الخيريه زي منظمه رساله، او الناس دي بتعتقل ليه؟ بيتقبض عليها ليه؟ تتمسك ليه؟ تحط الكلبشات في ايديها ليه زي المجرمين؟ عشان ليهم موقف مخالف مع النظام.